مستشفى صملوط العام التي تحولت إلى صرح جديد يتم تجهيزه بمحافظة المنيا بعد تطويرها لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، والتي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين. الأهالي هنا متشغفين جداً ومنتظرين على أحر من الجمر زي ما بيقولوا الانتهاء من مستشفى صملوط، لأن عانوا فعلا الفترة الكبيرة اللي فاتت دي من عدم وجود المستشفى بالشكل المطلوب. يعني هي المستشفى موجودة حاليا في تابعة للوحدة المحلية بغلصنة، دي وحدة محلية ما بتأديش برضو المطلوب بالنسبة للناس، لأن طبعا كون المستشفى بالشكل ده وبالوضع الجديد بتاعها فرحة كبيرة جدا لأهالي صملوط. وإن شاء الله تعالى احنا خدنا الانتهاء وعود من القائمين على المستشفى، إن شاء الله على نهاية السنة بإذن الله تعالى هتكون المستشفى بثوبها الجديد زي ما بيقولوا الانتهاء منها بإذن الله تعالى. المستشفى كانت في الأول كانت مستشفى مركزي، تم تعديلها بعد كده لمستشفى نموذجي. مستشفى نموذجي من ضمن 29 مستشفى على مستوى الجمهورية، هيبقى فيه في كل محافظة مستشفى، وتم اختيار مستشفى صملوط بالذات لأنها تتوسط محافظة المنيا. المستشفى عبارة عن طابق أرضي وأربع طوابق علوية، حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال وأربع عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة العادية وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة والمغسلة. فرق شاسع جدا بين دي وبين دي، هي دي كان مستشفى وبتخدم برضو الناس كلها، بس دي حاجة حديثة وتمام التمام وحاجة كنا نتمناها طول عمرنا. يعني الأهالي فرحانة جدا بالمستشفى، وكانوا يتمنوا حاجة زي كده تحصل هنا في المركز، ومبسوطين جدا الأهالي هنا. الوقت صلاة النبي على مستشفى كويسة وحلوة، محتاجينها لأن في رعاية وبتاع، لازم في رعاية وبتاع، تطوير غير الأول خالص طبعا. إجمالي تكلفة المشروع بلغت 247 مليون و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالي 2019-2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الخاصة بالمستشفى.